طيب الله يعطيك العافية، ما دام انكم رجعتوا خلينا نبدأ مشان ما نطولش عليه كل يوم. طيب إذا يا دكتور، بس سؤال. نعم تفضل. البي لو سمحت، البي ليش بس بضربها بس بلس 1 تربيع؟ البي ليش بضربها بس بلس 1؟ لأنها مقسومة على اس تربيع. لأنها أصلا مقسومة على اس تربيع. فأنت بدك تضرب كل واحدة فيهم، بدك تضربها باس تربيع في اس زائد 1 تربيع، وتقسم الحد اللي تحتيها. فهمت علي؟ انت اذا بدك تريح راسك تضرب الاي في اس تربيع ضرب اس زائد 1 تربيع، وبتقسمها على الحد اللي تحتيها اللي هو اس، فبصير عندك اي اس في اس زائد 1 تربيع. البي بتضربها باس تربيع وبعدين باس زائد 1 تربيع، وبتقسمها على اس تربيع اللي تحتيها، فبضل عندك الاس زائد 1 تربيع. السي بتضربها باس تربيع في اس زائد 1 تربيع، وبتقسمها على اس زائد 1، فبضل عندك الاس تربيع والاس زائد 1 بدون التربيع طبعا. ونفس الشيء بالنسبه للدي، بتضربها باس تربيع في اس زائد 1 تربيع، وبتقسمها على الحد اللي تحتيها، فبتروح الاس زائد 1 تربيع، بضل عندك الاس تربيع. عرفت علي؟ تمام. الان هذا كله شو بده يساوي؟ يساوي 1. ماشي. هلا انتبهوا، هون في تريك احنا بنستخدمها، ما بعرف اذا يعني مرت عليكم او لا. بدل ما انا افك هذا الشغل كلياته، يعني افك الاقواس لان هاي بتصير طويله، بقدر افرض قيمه لاس، افرض اس يساوي مثلا ناقص 1. ماشي. فلاحظوا الحد هذا شو بصير له؟ بشطب. الحد هذا بشطب، الحد هذا بشطب، بصير عندنا دي ماشي في واحد في ناقص 1 تربيع يساوي 1. إذا دي يساوي إيش؟ 1. فهمتوا علي؟ أو بتفكوها بالطريقة الاعتيادية إذا هاي بتخربطكم. يعني إذا فرضتوا دي أس فرضتوها ناقص 1، نقدر إحنا نفرضها زي ما بدنا، عوضناها بالمعادلة هاي، هاي بتصير صفر، وهاي بتصير صفر، وهاي بتصير صفر. الآن ممكن كمان أعوض أس يساوي صفر، ماشي، وأرجع أعمل نفس الإشي بالنسبة. أوبس شطبت، حي الله أنا هون، مش مشكلة هسه بعدين. قلنا هاي أس وفي البي اللي وراء الأس بلس 1 تربيع، هون في بي. ثانك يو. ماشي تمام. فممكن افرض اس يساوي زيرو كمان، فهذا الحد بشطب، وهذا الحد بشطب، وهذا الحد بشطب، تطلع البي يساوي 1. فالبي البي في 2 تربيع يساوي 1، صح؟ البي في سوري هاي الصفر قلنا، بي في 1، اذا بي بتطلع كمان 1. شوفوا يعني سهلنا حالنا الشغل كثير. إذا البي والدي طلعناهم، بنروح بنعوضهم هون وبنحل البقية. بالنسبة للاي طبعا بدنا نحلها بالطريقة الاعتيادية، ماشي، استيل راح نحتاج انه بس بشكل اقل، يعني راح نحل معادلتين مجهولين بالنسبة للاي والبي. تمام، هاي الطريقة اللي بفضلها. الطريقة الثانية البديل اللي هو نعمل الانتجرال، ماشي. أو شوفوا هنا الواحد على اس تربيع لابلاس انفرس الو تي، والواحد على اس زائد 1 تربيع لابلاس انفرس الو اللي هو تي اي تو ذا ماينس تي. هذا راح نشوف بالشيفتنج ثيورم، راح نشوف كيف اجت هاي تي اي تو ذا ماينس تي. يعني لاحظوا الواحد على اس تربيع اللي هي تي، بينما الواحد على اس زائد 1 تربيع اللي هي تي اي تو ذا ماينس تي، هاي حسب الشيفتنج ثيورم راح نحكي عنها. طيب هلا هون لو طلعتوا احنا لما نعوض الحد الاول اللي هو تي ماينس تاو، الحد الثاني اللي هو تاو اي تو ذا ماينس تاو. الان طبعا بدنا نفرده، هذا بده يصير عندنا انتجرال مكون من جزئين، هذا الانتجرال الاول وهذا الانتجرال الثاني. طيب وهاي يا جماعه تي هون بالغلط، هاي تا انفينيتي بالغلط، ماشي، ومعوضها هون صح، بس انه هون بالخطا كاتبها انفينيتي. طيب هلا هذا الانتجرال لاحظوا، هذا بدكم تعملوا باي بارتس كم مره؟ مرة. هذا باي بارتس كم مرة؟
مرتين ماشي يس. فبالتالي هاي كمان فيها شغل، هاي بدها شغل، بعرفش هاي بدها شغل اكثر بالبارشل فراكشن، حل معادلات خطيه ثانيه، ولا عمل الانتجرال هذا اللي هو راح يحتاج مني ثلاث مرات اعمل الانتجريشن باي بارتس. النت عندي اليوم بتتصرف بطريقة شوي ويرد، فالآن أن your internet connection is unstable. طيب مش مشكلة يا جماعة، مش مشكلة، تحملونا شوية. طيب هاي رجعنا ماشي. إذا مرة ثانية يا جماعة، هاي الحل اللي إحنا بنستخدمه بالبارشل فراكشن، بنحتاج نحل الآن، راح يصير المعادلتين المجهولين بالرغم من إنه عندنا أربع مجاهيل، بس عن طريق هاي التريك البسيطة قدرنا نطلع الدي والبي، فبصير عندنا معادلتين مجهولين ماشي. هون بدي احتاج بحتاج اعمل الانتجرال اربع مرات، ثلاث مرات انا اسف، باي بارتس ماشي. الان اذا سالتوني مين الافضل، يعني كل واحد حسب شو بفضل. هون بدنا نعمل انتجرال ثلاث مرات مشان نطلع الجواب، وهون بدنا نستخدم البارشل فراكشن مشان نطلع الجواب. تمام ماشي. خلينا نحط لكم قيم A و C. أنا حالها عندي على الدفتر هون طبعاً، يعني بدأ شوية شغل أكيد. الـ A بتطلع ناقص 2 و C بتطلع تساوي اللهم صل على محمد 2 ماشي. الآن بنعوض قيم من هون وبنطلع اللابلاس انفرس دايركتلي ماشي، بطلع لازم يطلع عندنا جواب مشابه للجواب هذا اللي طلع من الانتجرال. تمام، فأنا مرة ثانية بورجيكم الحل بالطريقتين وانتوا لكم الخيار. لاحظوا ميزة البارشل فراكشن انه نفس الطريقة كل مرة انا بستخدمها وبطلع اللابلاس انفرس، بينما الانتجرال مشكلته انه انا كل مرة بدي اعمل انتجرال مختلف عن الثاني ماشي. والخيار بالنهاية الكو. وضحت الفكرة اللي بدي أوصلها أنا؟ يعني هذا بدي شغل وهذا بدي شغل، يعني مش إنه، لأنه إحنا لما نحكي يعني فانكشن زي هذا مثلا، يعني خلينا نروح مثلا نشوف مثلا إحنا مبارح حكينا عن الولفرام ألفا، خلينا نشوف بالولفرام ألفا بعطينا إشي زي هيك، يعني نجرب بس مجرد تجربة. عند كل بيّن الولفرام ألفا أوكي. طيب قلنا لابلاس إنفرس، هاي لابلاس إنفرس of 1 over S square في 1 over إيش كان، S تربيع، S زائد 1 تربيع صح؟ ولا ايه هي كانت او واحد، هاي تربيع، سكر القوس هذا ونسكر القوس الاساسي، نخليها هاي بس مشان احنا ما نخربطهوش بس نضبط الاقواس. اذا واحد على اس تربيع في واحد على اس زائد واحد تربيع، اعتقد هيك مزبوط ماشي. هاي كتب لنا اياها، شايفين هون هيو طلع لنا اياها مباشره كول ماشي. إذا بطلع حتى لو كان complicated function. تمام يا جماعة واضح. فهلا هاي صار عندكم أنتم كم طريقة، ثلاث طرق. طريقة بالنسبة لل composite functions لما بكون عندنا convolution، في عندكم partial fraction ماشي، وفي عندكم ال integral convolution، وفي عندكم الولفرام الفا ماشي. بس طبعا انتم بتعرفوا انه يعني
بالنسبة لللابلاس راح يكون في أسئلة كيف تطلعوا اللابلاس واللابلاس إنفرس، ماشي؟ فما تعتمدوا على البرمجية هاي لحالها، لازم تكون عندكم طريقة تستخدموها لحساب لابلاس واللابلاس إنفرس. تمام؟ في سؤال لحد الآن؟ يعني هاي بالنسبة للكونفوليوشن يمكن هي أصعب بروبرتي باللابلاس. كونفوليوشن هي أصعب إشي، البروبرتيز الثانية أسهل منها. في سؤال على الكونفوليوشن؟ طبعا احنا بالنسبة للكونفوليوشن ما راح نرجع له نهائيا، يعني ما راح نستخدمه بقية يعني الكورس. أنا قلت لكم بيرسونالي أنا I prefer أستخدم البارشل فراكشن. يعني طبعا البارشل فراكشن للي أول مرة بستخدمها قد تبدو أنها شوي ويرد غريبة، بس بعد ما استخدموها 3-4 مرات راح تلاقوا أنها بكثير أسهل من الانتجرال. تمام؟ فهي مجرد personal preference، اللي بده يعملها على الانتجريشن حسب الـ convolution theorem صح مش خطأ، ماشي؟ اللي بده يعملها على partial fraction، أنا طريقتي بالنسبة لي بفضل partial fraction لأنه أنا بهمني إياها كتول، يعني أنا بهمنيش إنه أعمل integrals، بهمني إنه أطلع Laplace inverse. طيب أنا داري بروبرتي مهمة اللي هي لابلاس وانتجرال. اللابلاس لأي انتجرال اللي هي بتطلع عندنا basically 1 على S في لاف of S، ماشي؟ طبعا يعني هاي البروبرتي، لاحظة مثلا عندنا الفانكشن هذا ممكن نستخدم بروبرتي لابلاس of انتجرال، ممكن استخدم البارشل فراكشن أو الكونفوليوشن، فمش كريتيكال يعني، مهمة بس مش كريتيكال يعني، في لها بدائل. في عندنا بروبرتي مهمة اسمها Shifting Theorem. Shifting Theorem، هلا Shifting Theorem أنا بدل ما أشرح لكم إياها خليني أعطيكم إياها كمثال. هل لاحظوا هذا لابلاس هذا بقدر أكتبه أنا الآن. لاحظوا هاي هون S ناقص واحد عاملها Shifting، بقدر أكتب هاي S ناقص واحد زائد واحد، ولا راح احكي لكم ليش كتبتها بالطريقه هاي اس ناقص واحد تربيع زائد 4، ماشي؟ هلا ليش انا كتبتها بالطريقه هاي؟ مشان الفاريبل الجديد عندي اللي هو الاس ناقص واحد اخليه بالبسط والمقام، وبالتالي هاي بتصير عندي اس ناقص واحد لحالها على اس ناقص واحد تربيع زائد 4 زائد 1 على نفس المقام. ايوه 1 على اس ناقص 1 وزعنا البسط على المقام تربيع زائد 4. طبعا لو ايش اللفه هاي انا عملتها؟ شو الهدف منها؟ الهدف منها انه يصير عندي فاريبل، هذا بدي اسميه انا الفاريبل مثلا يو اللي هو اس ناقص 1 بسميه يو، فبتصير يو على يو تربيع زائد 4، ماشي؟ أنا لو رحنا فوق على التيبلز مشان أذكركم هاي، تمام؟ يو تربيع زائد، طبعا احنا بنحكي هون عن يعني زائد 4 بدها تكون 2 الاي هون، تمام؟ فبالتالي هذا الانتجرال جاهز، ماشي؟ الانتجرال هذا بيكون ايش؟ جاهز عندي. ايش الانتجرال هذا راح يطلع؟ راح يطلع كوساين 2t، كوساين 2t لانه الاي قلنا 2 هون، هاي اي تربيع 4، بس لاحظوا في هون الاي تو ذا ماينس اي تو ذا تي، عفوا اي تو ذا تي اجت من هون، هاي الشيفتنج ثيورم. هلا لو كانت هاي اس على اس تربيع زائد 4 ما بنحط الاي تو ذا تي، عرفتوا علي؟ لو كانت هاي S على S تربيع زائد 4 بتكون simply cosine 2t، لكن لأنه في عندنا shifting هون، عملنا shifting بمقدار ناقص واحد، ضربتها بإيش؟ ب e to the t. نفس الكلام بالنسبة للحد الثاني، بس لاحظوا الحد الثاني هي اللابلاس إنفرس ل A على S ناقص يعني اس تربيع زائد اي تربيع
تمام. هلا لابلاس انفرس لهاي اللي هو بطلع يساوي ايش؟ يساوي ساين الاي تي. تمام. بس احنا فعليا عندنا هون اربعة لاحظوا وهون واحد، فلازم اضرب هاي باثنين وبنفس الوقت اقسم، يعني هاي ضرب اثنين مش 12، ضرب اثنين واقسم على اثنين مشان ما اغير المقدار. عرفتوا منين اجت اثنين اللي هون؟ فهاي الان صارت هاي كلها بدون اثنين اللي صارت هون واحد، خلينا اغير اللون مشان يتبين. اذا هاي صارت واحد على اثنين هون مضروبه في اثنين على اس ناقص واحد تربيع زائد اربعه. تمام يا جماعه؟ اذا هاي اثنين اجت من هون، والبقيه هاي اثنين على اس ناقص واحد تربيع زائد اربعه اللي هي ساين التوتي. لو طلعت هون على التيبلز شايفين؟ اي على اس تربيع زائد اي تربيع ساين الاي تي. قلنا الاي هون اثنين، اذا هاي بدها تكون ايش؟ طبعا انسوا الاس ناقص واحد لان قلنا هاي الشيفتنج، بس انه الاس تربيع الاي على اس تربيع زائد اي تربيع ساين اللابلاس انفرس لها اللي هو ساين الاي تي. هذا اللي عملناه هون طبعا احنا. تمام؟ ساين التو تي. وقسمنا على اثنين لان ضربنا هون فوق اثنين، يعني ضرب اثنين تقسيم اثنين ما بياثر هذا. ماشي؟ ولا تنسوا هاي الاي، الاي تو ذا اي تي اللي هي للناقص واحد اللي عندنا هون الشيفتنج، هاي بنسميها احنا الشيفتنج ثيورم. هلا لو كانت هاي اس زائد واحد بتكون هاي اي تو ذا ماينس تي، اي تو ذا ماينس تي. لو كانت هاي اس ناقص خمسه اي تو ذا فايف تي. تمام؟ ماشي يا جماعة؟ واضحة هاي البروبرتي ايش؟ الشيفتنج ثيورم. مهم الشيفتنج ثيورم، يعني هاي بتساعدنا انه نفهم كيف نتعامل مع الشيفت اللي بصير. نسميها الاس شيفتنج ثيورم لانه في شيفتنج ثيورم ثانية راح نحكي عنها. اذا هاي اسمها الاس شيفتنج ثيورم. في اي سؤال لحد الان؟ لا لا دكتور. طيب على هاي change of scale don't worry about it، هاي البروبرتي ما راح نستخدمها. ماشي نيجي على اللابلاس ديريفاتيفز. هلا قلنا في اللابلاس انتجرال وفي اللابلاس ديريفاتيفز. هلا الديريفاتيفز ايش بتهمنا؟ اللابلاس ديريفاتيفز بتهمنا قلنا بحل الديفرنشال ايكويشنز. ماشي ماشي للديريفاتيفز. لاحظوا هلا اللابلاس للمشتقة الأولى، يعني هاي تطلع اللي هي S في function of S minus f of 0. تمام؟ اللابلاس للمشتقة الثانية تطلع اللي هي بلاش هاي خلاص هاي مش واضحة هاي نحطها هاي نسوى. لاحظوا للمشتقة الثانية اس تربيع في اف اس ناقص اس في اف زيرو ماينس اف برايم اوف زيرو اند سو اون. طبعا احنا راح نحتاج المشتقه الاولى والمشتقه الثانيه، لكن بشكل عام المشتقه ان اللي هي اس تو ذا باور ان في اف اس ماينس اس تو ذا باور ان ماينس 1 في اف زيرو ماينس اس تو ذا ان ماينس 2 في اف برايم اند سو اون. يعني هاي زي الانفينيتي سيريز بدها تكون. ماشي؟ فهذول اللي بهمني تعرفوهم، ذيس 1 اند ذيس 1. هذول ليش مهمات؟ قبل كنت احفظوهم بيسكلي، يعني هم ما بغلبوش كثير. الاولى لابلاس للمشتقه الاولى للفانكشن او الفيرست ديريفاتيف. ماشي الفيرست ديريفاتيف اللي هي اس اف اس ماينس اف زيرو. لابلاس للمشتقه الثانيه السكند ديريفاتيف اس تربيع في اف اس ناقص اس في اف زيرو ما ناقص اف برايم اوف زيرو. ما في شغله هون بدكم تنتبهوا لها. هاي القيم اللي اف اوف زيرو والاف برايم اوف زيرو لازم يكونوا موجودين مشان نقدر نستخدم
اللابلاس بحل المعادلات التفاضلية. إذا ما كانت موجودة الانيشال فاليو ما راح يزبط استخدام اللابلاس. عشان هيك احنا قلنا اللابلاس بنستخدمه لمين؟ للانيشال فاليو بروبلم اي في بي. اوكي، خلينا ناخذ مثال. السؤال 7-11 هو بحكي بس عن كيف استخدم الديريفاتيف بروبرتي. خلينا ناخذ المثال هذا. تمام، في عندنا الديفرنشال ايكويشن اللي هي دي واي باي دي اكس، دي واي باي دي تي، ام سوري، دي واي باي دي تي يساوي 1 y of 0 يساوي 1. طبعا هذا الان الانيشال كونديشن لازم يكون موجود، اذا مش موجود ما بقدر استخدم الاوردينري اللابلاس بحل الاوردينري ديفرنشال ايكويشن. اذا هاي معادله تفاضليه، مش هيك؟ يعني معادله تفاضليه بسيطه احنا بدينا فيها مشان نبدا بشيء سمبل. دي واي باي دي تي يساوي 1، وحلها سهل جدا، يعني ما فيش داعي انا استخدم لابلاس لسؤال زي هذا، بس هي الفكره الديمونستريشن. لاحظوا هلا الدي واي باي دي تي او الواي برايم ايش اللابلاس لها؟ الواي برايم 1 على اس. لا، الواي برايم حسب الديفينيشن بيطلع 1 الواي برايم. ماشي، هلا احنا شو بنعمل؟ احنا بندخل لابلاس على المعادله زي هيك، لابلاس واللابلاس، لا الواي برايم يساوي 1. تمام، فبصير عندنا اس في واي اوف اس ناقص واي اوف 0 يساوي، يعني هاي اللابلاس لمين؟ هاي اللابلاس للواي برايم اللي هي اس في واي اوف اس ماينس واي اوف 0 حسب الديفينيشن. هاي الديفينيشن نرجع عليها. شو اللابلاس للفيرست ديريفاتيف؟ اس في، طبعا احنا عندنا واي ما فيش عندنا اف، اف اوف اس ماينس اف اوف 0. هون عملنا نفس الشيء، اس في واي اوف اس ماينس واي اوف 0. واللابلاس للواحد هون اللي هو ايش؟ 1 على اس. تمام، فهمتوا ايش اللي عملناه؟ بس دخلنا لابلاس على الديفرنشال ايكويشن، يعني هاي المعادله y برايم او dy باي dt يساوي 1، دخلنا عليها اللابلاس على الطرفين. الطرف اليسار صارت s في y و s ماينس y في 0، الطرف اليمين الواحد اللابلاس لها لابلاس للواحد اللي هي 1 على s. طيب بس ال s y of s ماينس y 0 هاي من المعادلات اللي فوق. هي المعادلة المشتقة، شايف هون هاي اللابلاس للمشتقة الأولى للفانكشن اللي هي S في الفانكشن ناقص F الفانكشن، يعني الانيشال فاليو للفانكشن. إن شاء الله نفس اللي عملناه هون، S في Y بس ناقص Y في 0. تمام، واضحة هاي الخطوة؟ ضروري جدا تفهموها. هلا انتبهوا، المعادلة هاي صار فيها اشي هو اللي بهمني انا. هلا المعادلة هاي بطلت differential equation صح؟ يعني بالاس دومين هاي المعادلة فيها، شايفين اي اشي differential؟ ما فيها differential صح؟ صارت معادلة جبرية عادية، معادلة جبرية عادية خطية ولا فيها اي مشكلة. طبعا مش بالضرورة تكون خطية، يعني احنا هون كانت عندنا خطية ممكن تكون معادلة تربيعية تكعيبية اي شيء. طيب، لان مشان احل هالمعادلة هاي اول شيء بعوض قيمة الواي في زيرو اللي هو معطينا اياه بالسؤال قديش؟ 1. ماشي، اذا بعوض واي في زيرو 1. ماشي، بصير عندي اس. صارت موجة دكتور؟ نعم، المفروض سالب. والله صحيح، لازم سالب. بس هو هيك هيك يعني كم تكمله حله صح، بس هو انا المفروض سالب. هاي سالب، ثانك يو، انا ما انتبهت لهاش والله. هاي طيب، خطا طباعي يعني. طيب اذا الان ايش بدنا نعمل بعد هيك؟ احنا بدنا نطلع مين؟ بدنا نطلع واي. لاحظوا احنا بدنا نحل لواي، بس ما بنقدر نحل لواي اوف تي مباشره، لازم نحلها لواي وباس وبعدين نرجع نعكسها ناخذ اللابلاس انفرس. اذا الان بنقول اس في
واي واس، وانتبهوا انه الواي واس دائما بتكون كابيتال، قلنا الواي اوف تي بتكون ايش؟ سمول. عشان اذا بتصير هاي واحد على اس زائد واحد، صح؟ مزبوط؟ صح. طيب اذا احنا بدنا واي اوف اس، واي اوف اس ايش بتصير؟ نقسم كل شيء على اس تربيع، صح؟ واحد على اس تربيع الطرفين. على واحد اس. واحد على اس. خلاص. احنا اذا الان حلينا المعادلة الجبرية. ظل نطلع الواي اوف اس، نطلعها از واي اوف تي. اذا الواي اوف تي اللي هي السوليوشن تبعنا يساوي لابلاس انفرس. هلا لاحظوا هون اخذنا لابلاس، ماشي. الان بدنا نعكس البروسيس، ناخذ لابلاس انفرس الواحد على اس تربيع زائد واحد على اس، تمام. هلا ايش اللابلاس الواحد على اس تربيع؟ لابلاس على الواحد على اس تربيع ايش يساوي يا جماعه؟ يساوي تي، صح؟ لابلاس انفرس الواحد على اس تربيع مش يساوي تي؟ صح. واللابلاس على الواحد على اس؟ واحد. يعني خلاص هاي حل المعادله واي اوف تي. لاحظوا احنا هون ما حليناها بالديفرنشال ايكويجن ابروتشز الاعتياديه، ماشي؟ ما حليناها بالديفرنشال ايكويجنز الاعتياديه، استخدمنا اللابلاس. طبعا يعني هذا احنا المثال هو عباره عن سمبل ديمونستريشن. المحاضره الجايه ان شاء الله بعطيكم بنحل اسئله اكثر، لانه انا بهمني يعني هذا من هون اكزامبل 713 هو اهم شيء، يعني هو اهم شيء باللابلاس. انا بالنسبه لي اهم شيء باللابلاس انه كيف استخدم اللابلاس واللابلاس انفرس مشان اقدر احل الديفرنشال ايكويشنز. وراح تشوفوا قديش هاي بتساعدنا حل ديفرنشال ايكويشنز. يعني طبعا هون لانه قلت لكم الديفرنشال ايكويشن نفسها بسيطه، فبالتالي حسينا انه يعني مش مستاهل الابروتش. خلينا ما هي دي واي باي دي تي يساوي واحد سيبريشن اوف فاريبل ان كامل بدقيقه، ولا انا طالعين الحل صحيح. بس في عندنا مسائل ثانيه راح تشوفوا تو كومبليكيتد ان نحلها بالطرق التقليديه، فهي بتعطينا تول اللابلاس، بتعطينا تول فيري هاندي، ماشي. طبعا راح تبين معنا لما نحل مسائل يعني مثال 7-14 شون مثلا، ماشي. مثال 7-15 راح تشوفوا انه قديش بتسهل لنا. مثلا هون لاحظوا هذا المثال، مثال هذا هذا قديش كان بده شغل لما كنا نحل النون هوموجينيوس سكند اوردر. راح تشوفوا انه كثير ابسط حله باستخدام اللابلاس، ماشي. فخلينا نوقف هون اليوم، ماشي. وبكره ان شاء الله يعني بدي اضبط، احاول اضبط الانترفيس لانه اسهل لي احل على الانترفيس في القلم. ان شاء الله يزبط المره الجايه، بصير اسهل علي ما اقعد اكتب بالماوس، عرفتوا علي؟ يعني على الانترفيس انا اسهل لي بالنسبه لي، بس احيانا بصير في عندنا لاج من شركه امنيه الله يعطيهم العافيه. دائما رافعين راسنا، دائما شركه امنيه لما يحتاجهم الواحد بخذلوه، معلش. ماشي، اذا هون بنوقف اليوم. اذا مره ثانيه يا جماعه، انا هدفي من اللابلاس اهم شيء بموضوع اللابلاس انه كيف نستخدمها في حل الاوردينري ديفرنشال ايكويشنز. طبعا في لها تطبيق كمان even more important اللي هو قلنا لتحويل البارشل لاوردينري، بس هي على الاغلب يعني اللي شايفه انا ما راح نقدر نلحق نصلها. ولكن يعني keep it in mind انه اللابلاس ترانسفورمز يعني هي very handy tool لها استخدامات، يعني راح تشوف في مسائل قديش طويل حلها بالطرق التقليدية لحل differential equations كيف بتساعدنا بحلها. وطبعا في شغلات راح تمر علينا كمان بالدايناميك سيستمز تشوفوا قديش يعني اللابلاس مهمه، ماشي. فانا مره ثانيه مش هدف اللابلاس تصيروا اكسبيرتس تحولوا لابلاس، بس انا بهمني انه يكون عندكم فكره
تقدروا تتعاملوا معها بسهولة كماثماتيكال تول تسهل لنا شغلنا. الله الله ماشي. إذا ما في عندكم سؤال إحنا خلصنا اليوم. أشكركم على الحضور. يعطيك ألف عافية دكتور. يعطيك العافية مؤمن. والبقية يعني بدي تحكوا كمان يعني مؤمن اليوم ما شاء الله عليه يعني طول الوقت هو يحكي طول الوقت هو يحكي. مش مؤمن اللي كنت مع أنت؟ دكتور مؤمن. هاي مؤمن. الله يعطيك العافية. يعني أنا بدي البقية كمان يعني تكونوا involved يعني. كيف بدي أعرف إن كنتوا بتشغلوا الزوم وبتروحوا بتناموا ولا بتروحوا تشربوا قهوة ولا هذا يعني بدنا تفاعل أكثر رجاءً. ماشي. بلاش أصير بعدين أحط علامات على ال يعني أحط علامات على الحضور والغياب والمشاركة. بجوز أعمل هيك ترى أنا. يعني حتى امبارح كنت أفكر بعد ما أخذت أسماءك واللي كانوا موجودين الخمسة اللي كانوا موجودين كنت أفكر إنه أنا أصير أطلع بآخر المحاضرة مين حاضر أسأل أتأكد إنهم موجودين فعلاً مش بس بشغلين الزوم وطالعين وأسجل أسماءهم وهذولا بس اللي أنا أعطيهم بونص الباقي ما بدي أعطيهم بونص لأنه يعني كمان مش معقول هي يعني شايفين المادة مش بهالبساطة إنه الواحد يقرأها يعني هاي قاعدين بنشرح وبنحل وبنعمل انترفيس ويلا مفهومة كيف بدكم تفهموها لحالكم يعني على كل حال يعني I'm doing my best يعني. ماشي فبدنا مشاركة أكثر يا جماعة يعني اعتبارا من المحاضرة الجاية رجاء بدي الكل يشارك مش بس مؤمن ماشي وإذا حسيت إنه ظل الوضع زي هيك راح أصير أحط علامات على المشاركة علامات البونص لأن ما راح أخذ من حدا علامات بس أنا راح أحط العلامات البونص تصير على المشاركة ماشي إن شاء الله يعطيكم العافية دكتور نعم الكويز متى حيكون؟ هلا احنا الكويز اعتقد امبارح احنا حكينا موضوع الكويز هم حكوا يا احد يا تنان يا احد والله ما بعرف يعني انا ما كانش ما فيش بذهني اشي محدد بس اللي راح يتحكم اكثر انه الاحد ولا الاثنين والله ما بعرف الاحد على الاغلب ما راح نكون لسه بعرفش إذا يعني إذا إحنا بكرة الأربعاء آخر محاضرة الأسبوع هذا هل راح نكون غطينا موضوع differential equations لأنه أنا الكويز بكل بساطة بدي يجي على differential equations يعني راح أجيب لكم differential equation وأقول لكم حلوا لي إياها باللابلاس فإذا كنا مغطين الموضوع وحسيت إنه أنتم comfortable وفاهمينه تعرفوا تحلوا أي differential equation على يعني initial value problem differential equation على اللابلاس ممكن نعمله لأحد ممكن احتمال إذا حسيت إنه لسه بدكم كمان يشتغلوا على حالكم ممكن نحطه الاثنين فيا لأحد يا الاثنين مش مشكلة تمام دكتور يعطيك العافية يعني بكرة ببين معنا ذكريني بس إذا سمحتي بآخر المحاضرة عشان أقول لكم الكويز الأحد ولا الاثنين حسب وين راح نكون وصلنا تمام شكرا يا سيل عفوا الله يعطيكم العافية الله يعافيك